السلام عليكم. تمني غادي ندير سكورشي مليح ان شاء الله. نسن بلي انه بزاف يهسوا المقبر الزاكنه، واخا من دورا بلي انه عاد دني وذان ولمسن شي الخطوره. انا مانايا ما ينجرو ياك سن ماني سجن الاستيطار يمغا، سجن الاستيطار يمغا. الحسي ما ديج المدينه طمزيان ترى يركي الجن، علما انه الحاله تم الزيروت سجل منايا دغيا انتشر. اذا قيم كي تداتينك ماشي حيت توكذب، بالعكس واخا غير من كيتها الدار تجد المسؤولية مطلوبة زين كلشي باش تحمي ذي خفينك، كتحمي العائلة ديالك، كتحمي جيرانينك، إم دوكارينك، كلشي وداني خا كيعزن بصفة عامة باش تحمي ثان دينتينك دولينك. صباح يا سي القناص، باش هادي هذا مانايا غانيري مليح، أنا فيني تخص دهن. القطعة وانيتين الصحة وغاشتي الإمكانيات باش هادي يواجه لعيب أوانيدين. إذا دور النغنشنين هو الوقاية، أبمخ نسنقع الوقاية خير من العلاج. عندي ناس عزاز عليا، ما انت غيكون عندك ناس عزاز عليك، ما نبغيو لهمش الضرر، هادشي علاش نبقاو في ديارنا. لذلك سنتعاونو بيناتنا باش نحدو من هاد الوباء، وبالتالي خصنا نلتزمو بالتعليمات اللي تعطات لنا من طرف الجهات المختصة. نجي نسنى على انه اغني كيفاش يتضرب بزاف ديال من الناحية المادية، حيت بدا نخر 5 سنين، ولكن ما غلا ما رسومي من كيفاش درنا بحال صحتنا صحت الوالدين. غاني لا غير كونتر كوفيد 19 ريست شي مرا تغسل العائله هنا قيم كي دير كي فانتي ان كازا قفطارك قفطارك نبقاو في دارنا قفطارك بور فافور كي داتي ان كازا قيم كي دير قفطارك قيم كي دير لكم قيم كي دير لكم حسني كنيو تنشني تحمي راسك وعائلتك وتحمي مدوكانكم في مليانكم بس نحافظوا على اللي عزاز علينا ما بين يدينا حتى واحد ما يخسر الناس اللي عزاز عليه حفاظا على السلامه ديالك والسلامه ديال العائله ديالك. نحافظ خير حباب المغربي اللي خان غالي السن، لا هما في الانحسار ولا الانتشار. وعدم الاستجابه لقرارات السلطه العامه فتصيب نفسك وتصيب العائله وتصيب فلذات واكبادكم. حاولوا تلتزموا بيوتكم، او موا الا التزمتوا بيوتكم دابا ما غاديش نوصلوا لشي حاجه خايبه. صبروا معنا صبروا معنا. نحيي عاليا جميع الجهات الصائره على حمايه المواطن بكل اشكالها، وشكر خاص موصول لقطاع الصحه ونخص بالذكر الاطباء والممرضين المتواجدين بالصفوف الاماميه في هذه الحرب، ولا ننسى كذلك الاطر التعليميه، ونخص بالذكر اساتذتنا الكرام على مجهوداتهم المبذوله من اجلنا.